السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الأعزاء. فورد إكسبلور موديل 2022 فئة الإس تي. تتميز فئة الإس تي بمحرك رياضي وكت خارجي رياضي وداخلي كذلك الأمر، وتعتبر كمواصفات أمان ورفاهية أعلى شيء. المحرك هنا 6 سلندر إيكوبوست تيربو، سعته 3 لتر يولد قوة 400 حصان وعزم دوران 562 نيوتن متر، مرتبطة بطاقة الحركة 10 سرعات دفع رباعي. كواجهة أمامية لاحظ عندنا شبك رياضي، كتابة الإس تي على الشبك، الجنوط هنا جاية باللون الأسود اللامع ولكن مع الأمطار صارت مطفي. مقاس الجنط هنا 21 إنش، تصميمه رياضي. عندنا الفيبر على أطراف السيارة، المراية جاية باللون الأسود، أغلب الأجزاء جاية باللون الأسود. 6 حساسات أمامية وخلفية، رادار، تنبيه خروج على مسار، تنبيه تصادم. وش بعد؟ فورد كل شيء فيها ما شاء الله، 4 كاميرات محيطية، كل شيء حرفيا من ناحية نقاط الأمان. إنارات أمامية فول LED، كشافات الضباب والعالي والواطي واللد النهاري والفليشر. هذا هو كواجهة أمامية. ما أدري ليش حرف الار طايح، ما أدري ممكن وزنيته من الوكالة غلط. عموما هذا هو ككل من الواجهة الأمامية. من الجانب عندنا دخول ذكي، عندنا حناية العفش، فتحة سقف بانورامية، صرفية هذه اللتر الواحد يمشيه 11 كيلو فاصلة 2، تقييم جيد، بنزين 95 عشان التيربو، دفع رباعي مستمر. هذا هو من زاوية أخرى. من الخلف عندنا إنارة شبه فول LED، إنارة الضباب تحت في الأسفل، 4 مخارج للعادم. إنارة الفليشر جاية هاليجين والريوس كذلك الأمر. الإنارة الأساسية اللي هنا جاية LED، ترمش في التصوير في الواقع ما ترمش. السيارة هذه وارد محمد يوسف ناغي، لاحظ المساحات قاعد تشتغل لأنه مشغل سويتش هنا فقط، ففيها وضعية الأوتو، مجرد ما يستشعر أنه في موية على طول يشغل المساحات. كتابة الإس تي دلالة على الفئة. بالنسبة للشنطة الخلفية هذه كهربائية، الساعة حقتها ما يحتاج. سبق صورت لكم قبل فترة الفورد إكسبلور ليميتد، تقريبا تشابه معاه الصدق، ولكن هنا مواصفات رياضية أكثر ولمسات رياضية أكثر عليه. نجي للداخل، هذا هو جاي داخلية باللون الأسود، بيانو بلاك، زجاج عادي موبوتو، إنارة محيطية، ستاير جانبية يدوية. عندنا هنا الشنطة، هذا هو كسعة داخلية، صراحة جميل جدا. السيارات الأمريكية تتميز دايم بالسعة الداخلية. عندنا إنارة السقف جاي LED، فتحة سقف بانورامية، فتحات التكييف، كل شيء حرفيا موجود، منافذ الطاقة، كوب هولدر. الإكسبلور غني عن التعريف، سبق صورتكم الليمتد، لكن هنا فئة رياضية أكثر. دخول ذكي، نقاط عمية، تحكم في المقاعد الأمامية جاي كهربائيا، 3 ذاكرات لحفظ وضعية مقعد الساق، تحكم في الزجاج الأمامي أوتو، الخلفي عادي، سنتر لوك الأبواب والزجاج، نظام صوتي فاخر من شركة بانك أند أولفسن. زي ما قلنا لكم تحكم فيها كهربائي، جاية جلد باللون الأسود. عندنا نقش أيضا هنا وختم شعار الإس تي كتميز. تحكم في الإنارة الأمامية ككل والداخلية كمستوى إنارة، وفتح غطاء المحرك هذا هو. تتحكم في عجلة القيادة جاية كهربائي، لاحظوا معي هنا في أجزاء كربون فايبر أو أشبه بالكربون فايبر. لاحظوا معي كيف عجلة القيادة جاية شبه رياضية. كتابة الإس تي هنا أيضا موجودة كتميز، تبديل خلف المقود، التحكم في الرادار، الميديا، وهنا تتحكم في شاشة العدادات. على اليسار التحكم في الإنارة مع زر تنبيه خروج عن المسار، بالإضافة إلى التحكم في مساحات الزجاج. نشغل ونقول بسم الله. تمام. شاشة العدادات هذه عشان ما ألخبطكم، وأبرز الخصائص اللي أنت تحتاجها موجودة هنا. هنا في المنتصف عندنا الشاشة، هذه صراحة حجمها نسبة تناسب على حجم السيارة، أشوفها صغير. فيها الكاميرات المحيطية هذه، وأيضا دقتها تحتاج شوية تطوير الصدق. كاربلاي، أندرويد أوتو، نافيجيشن، كل شيء عليها. لاحظوا معي هنا الداخلية كديكور داخلي جاي كأنه كاربون فايبر. زر التشغيل هنا موجود، زر تنبيه رباعي، تحكم في الميديا، تحكم في التكييف مع تدفئة لعجلة القيادة وتدفئة للمقاعد الأمامية وتبريد للمقاعد الأمامية. تحت هنا عندنا منافذ الطاقة USB العادي والتايب سي 12 فولت، مساحة تخزين. هنا عندنا كوب هولدر، الجير، العشر سرعات، جنط الكتروني، اوتو هولد،
الوضعيات القيادة هنا الاوتو ستارت ستوب التراكشن نزول المنحدرات، هنا عندنا اللي هو الاوتو بارك اللي يوقف لك السيارة لحالها. بالنسبة لوضعيات القيادة هذه عندنا العادي اقتصادي، طبعا كل وضعية يختلف الثيم. شوف الرياضي مثلا كيف تصير العدادات اجمل بكثير. فهذا هو ككل من الداخل. مسند وسطي هنا موجود، بالاضافة الى شاحن وايرلس هنا موجود. من الاعلى عندنا تحكم في الانارة اللي جاية اليدي، وايضا تحكم في فتحة السقف البانورامية وستارة حقتها قفلها. مراية تعتيم تلقائي، بيتلي النظارة موجود هنا، شمسات مراية وانارة اكيد هذه فورد ما تنسى شيء. فهذا هو ككل من الداخل، صراحة مشابه لفئة الليمتد ولكن بعض الاختلافات او اللمسات الرياضية الجميلة. وبس هذا هو داخليا، ناخذ عليه نظرة خارجية ونختم الفيديو. والى هنا وصلنا لنهاية التغطية لهذا اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة. شفتوا السيارة اعطونا رايكم فيها، اداء عالي عائلية جميلة، مواصفات حلوة، واللون صراحة حلو. بالنسبة للسعر هنا فهو 253 الف ريال شامل للضريبة، فئة اس تي وارد ناغي مو بوارد توكيلات الجزيرة. اعطونا رايكم في السيارة ككل. كذا نقدر نقول يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسون تشتركوا معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم مقاطعنا أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي تيك توك سناب شات وإنستغرام. طولنا عليكم، يعطيكم العافية على المشاهدة مرة أخرى، فمان الله.